نادي عجمان وهو اللاعب المتألق اليوم وليد أحمد حسن اللي بانطلاقاته من الجهة اليمنى واليسرى خطأ على وحيد الكرة جول. الله وثار البركان وثار الآن هدف تعادل في مرمى ماجد ناصر. هو بس هو يسجل 7 أهداف في الكاس، 2 في الدوري، هذا 3 أهدافه وعلى طريقته الخاصة ضرب المصيدة وحط الكورة في الشبكة، ضرب المصيدة وحطها حطها بطريقة رائعة. هذا هو السنغالي حطها في الشبكة وعزف على الشبكة، عزف على خيوط الشباك في الوقت اللي يتقدم الآن الشارجة على الإمارات بهدف للا شيء، يتعادل عجمان مع الوصل 1-1. 3 أهداف لدينا في مباراتين حتى الآن. وأذكر أعزائي المشاهدين بأن الجولة الأولى شهدت 17 هدف، الجولة الثانية أيضا شهدت 17 هدف، نسبة تهديف عالية في الجولتين الماضيتين، المجموع 34 هدف زايد 3-2 هنا عجمان 1 والوصل 1، وزايد هدف للشارقة وهو يتقدم الآن.